بعض الناس هدانا الله وإياه. يدكت إيه بسيستا الله يورتكم ميتة هيدا. يضع على البيت، على السيارة، على الأولاد أشياء منها. نلاتوض اسم مركيزي كوتين أوتون هير اللبس اللين يوتاين هيستا. يضع مثلا نعل قديمة. اسم مركيزي نعل حذاء قديم. اسم مركيزي بانهو يا كينكيا. أو يضع عين. طاي كوتسين. أو يضع أشياء من البحر يضعها. طاي اسم مركيزي أسيوتا ميرستا. أو بعض الخرق القديمة السوداء. طاي اسم مركيزي بانهت باتت. أو بعض الأشجار. أو يكتب بعض الكتابات مثلا الحسد لا يصلح. اسمك يسكير التبض يوتان كيريتا. لماذا تضع هذه الأشياء؟ مين قطك هلا تبتدا؟ يقول حتى لا تأتي العين، لا تأتي الحسد. اسمك يسأتي طول سيل ما قاتي وسقتي ليسوس أي طول هيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت، لديه أولاد، لديه دواب، ولم يضع شيئا من هذا. بروفيت صلى الله عليه وسلم سيلولي لابسيا سيلولي كوتي سيلولي هيفون اسمك ملها ليكوي متهني كوسكا لايتر نايتا. اذا لماذا انت تضع هذه الاشياء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها؟ مضمين قد كيسينا لايتت باكا مينا بروفيت امي كوسكا لايتر. من يحفظ لنا هذه الاشياء؟ كيتك هو نتفض نايتا اسيو دميلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيكو هو. اذا لا يمكن ان نضع شيئا من هذا. سنتك يا سيدي ما سيولي مهر الاستلايتا متى نايستا اسيوستا.